نرجع الأستاذ أحمد من القاهرة. أستاذ أحمد، شو رأيك في كلام الدكتور حبيب غلوم؟ إيش كثر في مثلا وجوه شابة ظلمت بسبب المجاملة، وربما يعني بسبب دخول أبناء الفنانين واحتلالهم الكثير من الأدوار؟ شو رأيك في هالموضوع؟ هو بالتأكيد المجاملة موجودة وظلمت ناس كتير، لأن ده طبيعة بشر على فكرة. ولكن الفارق ما بين ان انا بجامل، اصل المجامله هتمشي مره اتنين تلاته، لكن مش هقدر امشيها على طول. في فارق كمان ما بين كلمه مجامله وما بين اختيار خطا. يعني انا ممكن يبقى انا كمخرج او كمنتج عندي صديق ممثل، ولكن جبته في دور خطا، ده هنا ممكن يدمر لي العمل الفني بالكامل. وعلى سبيل المثال انا ممكن ارفع الحرج عنك واقول اسامي. ابسط شيء، احنا في رمضان الماضي كان في مسلسل ممتاز جدا اسمه الفتوة، بطولة ياسر جلال واحمد خليل والمجموعة دي. وجود الفنان احمد صلاح حسني هو اختيار، كان اختيار جيد، ولكن لما جه يشتغل الدور ده كان اوفر اكت، فهنا كان اختيار خاطئ. ما اقدرش ان هو اقول ان هو مجامل. ليه؟ لان هو ما لبسش الشخصية اللي هو المخرج عايزها كما كان، فهنا الفارق. أما كلمة مجاملة في العمل الفني موجودة وهتفضل موجودة. ليه؟ لأن في أوقات كتير جدا مخرج بيرتاح لممثل معين أو مؤلف معين، هذا الثنائي ممكن يقدموا أعمال جيدة. إحنا على مدار السينما المصرية كان عندنا نجيب الريحاني مع بديع خيري، استمروا 30 سنة، إسماعيل ياسين مع أبو السعود الإبياري، وهكذا. لكن الأهم إن أنا لو وقعت في مجاملة وقعتني ما عيدهاش، ما كررهاش. لكن هي الطبيعي إن أنا دلوقتي بجامل. أنا لما بروح عشان أتعاقد مع قناة فضائية وأقول لهم أنا عندي فيلم أو مسلسل هعمله كمشروع، فيجي حد يقول لي والله بس انا عندي يعني الحقيقه ابني كده هاوي تمثيل. ما انا لو اديته دور صغير، وده بيحصل، ما هي نوع من انواع المجامله، وده طبيعي. ما ولا ما بيوقع يعني.